النهارده بينورنا في شبكه تلفزيون الحياه وبرنامج عين نجمه زي القمر. هي مقله جدا في الظهور لكن دايما بتظهر، بتعمل كده ايه جو وروح مرحه وجمال كله. معانا النهارده نور، اهلا بيكي في عين. اهلا بيكي، مساء الخير. مساء الفل عليكي وعلى الجمال. وانت بتحبي السمبلستي جدا، يعني نبص عليكي دلوقتي لابسه حاجه قطن خفيف عادي جدا، عامله شعرها ويت لوك. بتحبي السمبلستي يا نور؟ بكره ابقى طول الوقت اخد بالي الشعر مش عارفه عامل ازاي، الفستان عارفه. بحب ابقى يعني ابقى مستمتعه بالايفنت، مش شايله همه على قد ما اقدر. نور انت لعبتي رومانسي ولعبتي في وشر وكله وكله شر. لا انت في الشر عالميه عالميه. يعني الجمال ده ودخله بيلعب شر وبنصدقها. وبعدين سامعين الاوضه الضلمه، اخبار الاوضه الضلمه ايه؟ والله ما فيش اخبار. ما فيش اخبار عنه خالص. الفيلم ده ما اعرفش لو هنكمل تصوير، واقف. فاحنا صورنا يومين بس، مش عارفه لو هيكمل ولا لا. بتحبي الفيديو ولا السينما اكتر؟ يعني لو قدامك الاختيارين. لا، المهم الدور والقصه، عارفه يعني. السينما طبعا ليها سحرها، وانا ابتديت سينما وممكن يبقى فيديو وقصه حلوه جدا، ف يعني مش شرط. نور انت اعمالك في السينما مش كتيره بس محفوره في دماغنا جدا، يعني من اول شورت وفانيلا وكام، ملك اسكندريه، الرهينه. يعني انا عماله افتكر وشول ايه الفيلم ده كان جامد قوي، لا ده هنا كانت حلوه قوي، لا ده هنا كانت فظيعه. انت ازاي كنتي بجد قادره تتقني كل شخصيه وهي كل واحده مختلفه كده؟ بصي طبعا في الاول بتبقي بتختاري حاجات مختلفه عن بعض، ادوار مختلفه، بعدين بتبتدي تنقي. لما بتحققي شويه افلام كده بتبتدي تدوري على الحاجه المختلفه. وقتها انا رحت ملاك اسكندريه، فيه شويه شر والرهينه ونقطه رجوع وكده. فمعرفش، هي بتيجي مع الوقت مع الخبره، قد ايه انت حابه الدور تبتدي تنوعي ما بين كوميدي وكده. وحلو، انا بحب انه ما افضلش في سكه واحده. يعني السقا واحمد عز وتامر حسني، يعني جنان اشتغلتي مع كل الجنان بتوعنا. مين اكتر حد استريحتي معاه في الشغل؟ لا كلهم استريحت معاهم، ما عنديش مشكله مع حد، بالعكس كل حد اشتغلت معاه كان انا بضيف له وهو بيضيف لي، عارفه بنعمل شغل مع بعض. والكاست كله، انت ما بتشتغليش وحدك في الاخر. بس الحمد لله كان انا مبسوطه يعني معاهم كلهم، اشتغلت حاجات حلوه واتمنى نكررها. احنا مبسوطين طبعا برجوعك للفن من تاني، كنتي وحشنا جدا على فكره الفتره دي، انت اختفيتي فيها الناس كلها بقت تقول ايه. لا بجد نور كانت عامله نجاح كبير قوي، ليه مشيت وانت قاعده في البيت؟ ما كنتيش حاسه ان هو احسن ناس تنساني، احسن ما افكرش ارجع؟ انا كنت محتاجه ابعد الفتره اللي بعدت فيها ورجعت، بقى لي كتير رجع، بقى لي اكتر من 4-5 سنين. يعني كل واحد في حياته يعني بيعدي ظروف ممكن ينسحب شويه، بالعكس ممكن يشوف الموضوع بطريقه تانية، عارفه بتشوف الموضوع من بره، بتشوفيه بعين تانية. فبالعكس انا في ظروف كانت ان تحتم عليا ما بقاش موجوده، وبعدين ظروف البلد وظروف الحاجات كانت بتحصل، فده طول المده اكتر. وبعدين دلوقتي خلاص يعني رجعنا، حظنا حلو ان انت رجعتي لنا من تاني. بصوا نور في الحقيقه كمان دمها خفيف قوي قوي قوي، انت مش ناويه تركزي في الكوميدي شويه الفتره دي؟ يعني كوميدي، بصي كان فيلم الاوضه الضلمه الصغيره طبعا اكرم حسني هو اللي بيعمل كوميدي، بس كمان كان دوري معاه، عارفه مش يعني بعمل معاه الموقف، يعني عارفه بصنع الموقف معاك. فكان عندي امل ان احنا نعمل الفيلم ده، كان عاجبني جدا بس ما كانش في نصيب يكمل. يعني في فيديو قريب بتفكري في تتجهي لسه؟ لسه في، لسه ما فيش حاجه يعني فور شور 100%، بس في مشاريع طبعا.